احنا عايزين نعرف الاول النطق بتاعنا صحيح، الخطبه جايه ولا الكتب جايه؟ الكتب جايه. الكتب جايه. طب الموضوع كده يدينا ايه العنوان اساسا الاول نتكلم فيه، معناه ايه؟ الكتب جايه هو صفت بتاع زمان لما كنا بنقول كل بتوع الكتب مثلا، واخد بال حضرتك؟ زي ما احنا زمان كنا بنقول ان كل شغلانه دي جلجية يبقى نسب الشغلانة ليها، يعني القهوجي بتاع القهوة بالظبط نسبة للشغل اللي هم بتوع الكتب يعني باللغة الدارجة. تمام.